إصحاح 35. برضو أعمل فيه مقدمة لأنه إصحاح فريد من نوعه. إصحاح 35 لسه ربنا عمال يحايل في شعبه قبل السبت. فالشعب طبعا مدي ظهره ربنا ومش مركز مع ربنا ولا فارق معاه الوعيد والتخويف اللي عمال أرميا يقوله، ويعني العند راكبهم كعادتهم. فربنا هيعمل وسيلة إيضاح غريبة وجديدة من نوعها. هيجيب ناس يعتبروا مش يهود قوي، هنفهمهم دلوقتي. قبيلة اسمها القينيين، دول يدوا قرابة لليهود من زمان قوي لكن ما كانوش يعتبروا يهود 100%. إنما الناس دول ملتزمين بوصية جدهم اللي فات عليه 250 سنة، ملتزمين التزام القبائل القديمة. انتوا عارفين القبائل الزمنية دي كانت تمشي على كلام الأجداد، ويبقى بالنسبة لهم شرائع. فهيقول لهم ايه؟ بصوا، الناس دول اللي ما يعرفونيش وما شافوش معجزاتي ولا سمعوا كلامي ملتزمين بكلام جدهم، وانا شعبي اللي خلصت وعملت معاه معجزات مش راضي يسمع كلام. فساعات ربنا يبكتنا بناس تكون يعني ما يعرفوش اللي احنا نعرفه. فاهمين قصدي؟ ساعات كده يبقى احنا مثلا عارفين مسيحنا الهنا الصالح اللي تجسد وخلصنا، وعندنا عز حوالينا العذراء والقديسين والملائكة، كلام واضح والحقيقة معلنة قدامنا ونايمين في الخط. وناس بالنسبة لهم الموضوع مش مفهوم خالص، وليهم بعض الالتزامات اللي تكسفنا. تعال نشوف الحكاية دي ماشية ازاي، لانها ممكن تدينا تدريب بقية العمر، انك تتعلم من اي شخص حواليك حتى لو ما كانش عنده نفس الايمان وتعتبره احسن منك في حاجات على الاقل. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلا: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم، وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقيهم خمرا. غريب أوي الطلب. جماعة الركابيين دول من عيلة ركاب. ركاب ده واحد جده كبير أوي، يعتبر من القينيين اللي كانوا تبع مين؟ تفتكروا حما موسى؟ حما موسى يسرون او رعوئيل من مديان، ده واحد من رؤساء قبائل القينيين. وحما موسى ما كانش عبراني لانه كان عايش في سينا، لكن لما موسى اتغرب في سينا هربان راح خد بنته صفورة. وحماده كان راجل ايه محترم عنده حكمة الشيوخ، وهو اللي كان أشار على موسى لما طلع الشعب يقسم الشعب ميات وألفات ويعمل توزيع إداري كده، وكان راجل حكيم قوي. والبعض يعتقد أنه هو انضم إلى شعب الله، يعني لما شاف موسى جوز بنته رجل الله وربنا بيكلمه وحضر بقى المعجزات، يعني اتحكى له البحر اللي اتفتح ده وشاف عمود النار اللي ماشي قصادهم، كتير يعتقدوا أنه هو نفسه دخل في شعب الله. فجماعة الركابيين دول من عيلة اسمها ركاب، لكنها لما تدوروا عليها ما تلاقوهاش بالأسباط الاثناشر. إذن هم ما هماش يهود أصلا، ما هماش من أسباط إسرائيل الاثناشر. فطبعا اليهود يعتبروا الناس دول إيه؟ درجة ثالثة وخمسة، زي في جيل المسيح لو المجد السامريين مثلا. جماعة بتوع السامرة كانوا اليهود يحتقروهم، ويوم ما يشتموا يهودي يقولوا له اصلك سامري. فسامري دي كانت شتيمه. قام ربنا يسوع اداهم مثل السامري الصالح عشان يقول لهم السامري ده ممكن يطلع احسن من الكاهن واللاوي. ولما اتكلم مع السامريه التلاميذ تعجبوا، ازاي عمل كده؟ والسامريه دي جابت له السامره وبشرت. فهنا قال له اذهب الى بيت الركابين. الركابين دول كانوا عيله كبيره عايشين ضمن على أطراف أسوار أورشليم، لأن لما بدأت الغزوات اللي جاية من ناحية أشور الناس دول غلابة وفلاحين وبسطة، فبيتقتل منهم كتير في القرى. فخدوا إذن كده ودخلوا جوه السور بتاع أورشليم، اتحاموا في سور أورشليم، لكن هم إيه ماخدين جنب لأن هم ما يدخلتوش مع اليهود.
قال له هاتهم واعزمهم في بيت ربنا. الهيكل يا جماعة زمان مش مجرد زي كنيسة كده، الهيكل ده له قاعات وله أروقة وله مساحات وأوض وغرف، وفي مساكن للكهنة وفي استراحات وفي حاجات زي كده. فلما يقولوا هيجيبهم بيت ربنا ويعزمهم على الخمر، ده مش معناه جوه الهيكل، مش ساحة الهيكل مثلا اللي فيها الذبايح، لا لا، لكن في المخادع يعني الأوض والغرف والاستضافة زي نظام الأديرة يعني. فقال له خدهم إلى أحد المخادع جنب مخدع يعني واسقيهم خمرا. طب وانت رب يعني طلب غريب. فأخذت يدانيا ابن أرمية ابن حفصانية وإخواته، دول بقى الجيل العايش ده، ركاب ده مشي من بدري، وكل بني وكل بيت الركابيين، ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بني حنان ابن يجدليا رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء. يعني استأذن من واحد من الكهنة الكويسين، ما في الزمن ده أغلبهم وحشين. احنا حكينا كثير ان الهيكل مليان لخبطة، أغلبهم ينقادوا إلى الفلوس زي زمن المسيح، والقصة قلبت بيزنس وليهم مصالح، فأرمية ده تعبهم عاوزين يخلصوا منه عشان طول النهار يقول للناس توبوا زي زمن المسيح لما المسيح طرد الباعة من الهيكل. فلا تتخيلوا الخسارة اللي لحقت برؤساء الكهنة من المكاسب اللي كانوا بتطلع من الهيكل في المواسم دي بتاعت الأعياد، كانوا بيدخلهم ملايين. وطبعا لما يطرد الباعة ويقول لهم بيتي بيت صلاة وأنتم جعلتموه مغارة رصوص، ده كده وقع مع الناس اللي بيدخل لها فلوس قد كده. فيعني كان في واحد اسمه حنان، ده راجل يسمى هنا رجل الله، فاستأذنوا انه يعزمهم في مخدع من المخادع دي الذي فوق مخدع معسية. يعني شرح لنا بالضبط المكان اللي ايه جاب العيلة دي واستضاف. وجعلت امام بني بيت الركابيين طاسات ملآن خمرا واقداحا وقلت لهم اشربوا خمر. خلي بالكم في الزمن ده في العهد القديم كان مصرح بالخمر لكن غير مصرح بالسكر في العهد القديم، وكان الخمر يقصد به المشروب اللي ايه يعني كانوا يعصروا الكروم، الكروم بيزرعوها فكانوا يعصروها ويقدموها، ففي منها الفريش قوي اللي لسه يعني عصير جديد، ده نسبة التخمر فيه ضئيلة جدا، انما لما يعتق بقى ايه يبتدي التخمر يزيد شوية. بغض النظر عن التفاصيل هنا ما كانش ده يعني خطية بذاته. وقلت لهم اشربوا خمرا، طبعا دول احنا بنقول مش يهود، فدول يعتبروا ايه يعني امتداد لبعض الشعوب الوثنية، نشوف بقى عملوا ايه. فقالوا لا. طبعا ارمية شخصية مشهورة، كنبي عظيم قوي، على الاقل لما يطلب طلب ويضيفهم يعملوا له خاطر برضه، يكسفوا يقولوا له لا، زي ما ناس كتيرة قوي تتعزم في الصيام يقول لك اتكسفت، تتكسف تقول انك صايم، ترضي الناس وتاكل اي حاجة عشان مكسوف من الناس. دول ما اتكسفوش حتى من ارمية النبي وقالوا له لا ما بنشربش خمر، لأن يوناداب ابن ركاب، يوناداب ده نسمع عنه بقى من وقت إليه يعني قبل أرمية بحوالي 300 سنة، جدهم الكبير ده قديم قوي. يوناداب ده يعني اللي تقرا حكاية يوشيا وقت كده بعد أخاب والفترة دي، كان زي من قادة الجيوش، كانوا جايبينه ضمن قادة الجيوش وكان راجل فاضل. يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا، بصوا دول عايشين على وصية جدهم، لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في الخيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. كانت قبيلة غريبة أوي عايشة على وصية غريبة، لا تزرعوا ولا تحصدوا ولا تشربوا خمر، عيشوا على الرعي، والرعي كان أقل درجة في الأشغال ساعتها، يعني إيه ما تغلطوش عشان تفضل في بركة في بيوتكم. حتى ما بيقولش اسم ربنا لأن الركابيين أغلبهم ما يعرفوش ربنا، لكن زي وصايا الحكماء لأولادهم كده، عيلة عندها
طباع وعندها تقاليد وعندها أخلاق بتسلمها العيال. فالمرحوم يونداب ده فات عليه كتير قوي، فطبيعي كانت الكلام ده يتنسي. وبعدين دي عزومة بلاش وفي مكان كله بركة، واللي واقف بيعزم ده أرمية النبي بنفسه، يعني كان ممكن الضمير ايه يفوتها قوي ويقول يعني خلاص، يعني مش معقول هنقول لأ الحاجة زي كده. إنما قالوا لها، فضلت اتصاد قصادهم وهم قاعدين كده ايه متذنبين ما بيمدوش ايديهم، وارميه يعزم وهم يقولوا له لا ما بنشتركش. الموقف ده ربنا كان عاوزه، عشان عاوز يستخدمه بقى ايه يبكت شعبه، عاوز يقول لهم شايفين في ناس بتعمل خاطر لجدها اللي لا خلقها ولا فداها ولا اهتم بيها ولا عمل معجزات ولا قال لهم حاجة، ده مجرد وصية جدهم مصدقينه وماشيين وراه واخدين على كلام. طب انا بقول لكم من امتى كلام ومحدش بيسأل فيه. يوناداب ابن ركاب ابانا اوصانا قائلا لا تشربوا خمرا انتم ولا بنوكم الى الابد، لا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في الخيام كل ايامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيه. بعض المفسرين بيقولوا يوناداب حضر نهاية عيلة أخاب الملك. أخاب الملك لو تذكروا مشي ورا إيزابل الوثنية وعلم الشعب اليهودي الوثنية، وإيليا وقف له وقفة جديدة قوي، وأولاده مشوا في نفس الطريق. يوناداب حضر يعني قتل وإبادة كل عيلة أخاب. أخاب كان مشغول جدا بالكلام ده، يشرب خمر ويزرع وياخد الأراضي بتاعت الناس ويفرح قوي بالكروم والحاجات دي، فكانت نهايته هو وأولاده سيئة جدا. فيقال إن يوناداب ده اتعقد فقال لأولاده إيه، إياكم العيشة اللي شفتها في عيلة الملك أخاب دي، لا تشربوا ولا تزرعوا ولا تحصدوا، خليكوا إيه على الدرك على الجنب كده، عيشوا كأنكم غرب في الدنيا دي، عدوا الأيام على خير، كلوها لقمة نشفة، إنما حافظوا على نفسكم الحاجات دي عشان يبقى في بركة في أولادكم. هم عاشوا على كده زيادة عن 200 سنة لغاية زمن أرمية. لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها، فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به ألا نشرب خمرا كل أيامنا، نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا، ولا نبني بيوتا لسكنانا، ولا يكون لنا كرم ولا حقل ولا زرع، فسكننا في الخيام وسمعنا وعملنا حسب كل ما أوصانا به يوناداب أبونا. ولكن كان لما عاوزين يفسروا، طب إيه اللي قربهم من أورشليم الفترة دي؟ لما صعد نبوخذ راسر ملك بابل على الأرض، أننا قلنا هلما فندخل إلى أورشليم من وجه جيش الكلدانيين ومن وجه جيش الآراميين، فسكننا في أورشليم. يعني عاوزين يقولوا له احنا بطبيعتنا ما بندخلش في مدن، احنا بنعيش كده ايه في الصحراء زي البدو، نرعى الغنم وايه ناكلها يعني على قدنا خالص، ونركز مع عيالنا وخلاص. ثم صارت كلمة الرب إلى أرمية قائلة، خلصت وسيلة الإيضاح، اللي فات ده كله كان مجرد ايه قصة هيستخدمها ربنا في تبكيت شعبه. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، اذهبوا وقول لرجال يهوذا وسكان أورشليم، أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي يقول الرب؟ الكلام يعني ما وجعكوش، عاوز أقول لهم كده، ما فهمتوش حاجة لسه؟ كلام دخل ووصل ولا ما دخلش لسه؟ قد أقيم كلام يوناداب ابن ركاب الذي أوصى بي بني ألا يشربوا خمرا فلم يشربوا إلى هذا اليوم، لأنهم سمعوا وصية أبيهم. وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي. بصوا بقى، كأن ربنا أب صعبان عليه نفسه، يعني الناس بتسمع لصوت أجدادها. مرة حد من ولادنا راح بلد في آسيا وقال لي أنا رحت معبد لبوذا ولقيت ست عجوزة
يعني بتاعت 100 سنة عمالة تعمل مطانيات ويعني هتموت وهي بتعمل المطانيات وملتزمة جدا قدام تمثال. فرجع قال لي أنا عاوز أدرس كرازة، أنا قلبي وجعني إزاي في ناس قد كده أمينة ومجتهدة وملتزمة وهي بتعبد تماثيل في هذا الزمان، وإحنا عندنا الإله الحقيقي اللي جالنا على الأرض وفدانا ووعوده صادقة ومسيحية منطقية جدا، وإحنا بنتدلع. الكنيسة تقول صيام نفاصل، اسهروا بلاش، لا خلوا بالكم بلاش، حبوا بعض، لا ما نتحبش. فحاجة تكسف لما نبص حوالينا هنلاقي صحيح ان في ناس مجتهدة وملتزمة بالكلمتين اللي يعرفوهم، وحتى ما يدخلوش الدماغ. يعني التمثال ده يعمل لك ايه يعني؟ لكن هي زي ما قالوا لها، يعني الشيطان الناس تمشي وراه بالأمانة دي كلها، والمسيح له المجد، ما نمشيش وراه. فهنا بيقول اسمعوا، هم جدهم قال لهم ما تعملوش ما عملوش، وأنا كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي. يعني أنا ما قصرتش في الكلام ده، أنا قلت الكلام بدل المرة 100 مرة. هو فعلا ربنا ما بيقولش جديد. لو تلاحظوا، لو سألت نفسك هو في وصية جديدة كنت أول مرة تسمعها، هتقول بقى لي سنين ما سمعتش حاجة اسمها وصية جديدة. أي وصية؟ أنا عارف، بس أنا مطنش، أنا مش بعمل، أنا مش مركز. لكن إن كان على وصايا، ما فيش وصية تقريبا جديدة، ما احنا عارفين ربنا عاوز إيه. وقد أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا ارجعوا كل واحد عن طريق الرديئة، اصلحوا أعمالكم ولا تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها، فتسكنوا في الأرض التي أعطيتكم وأباءكم فلم تميلوا أذنكم ولا سمعتم لي. لأن بني يوناداب بن ركاب قد أقاموا وصية أبيهم التي أوصاهم بها، أما هذا الشعب فلم يسمع لي. كده بنت الحكاية. يبقى العيلة دي كانت مجرد ربنا بس بيحطها قدام اليهود عشان يقول لهم مش تختشوا، يعني اخترتكم من دون الشعوب، شايفين في شعوب أحسن منكم 100 مرة، وأخلاقهم أحسن وطباعهم أحسن، والكلمة بتتقال لهم مرة بيسمعوها بال100 سنة، وانتوا ربنا نفسه يكلمكم بدل المرة مرات، وعمالين تكسروا الكلام ولا ما عندكوش خوف ربنا. لذلك هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا أجلب على يهوذا وعلى كل سكان أورشليم كل الشر الذي تكلمت بي عليهم، لأني كلمتهم فلم يسمعوا ودعوتهم فلم يجيبوا. المعنى ده اتقال حوالي 50 مرة لغاية دلوقتي لو انتم متابعين أرمين. مشكلة اليهود هي مشكلتنا النهاردة، ان ربنا بيتكلم وساعات ما نسمعش، ويبقى الكلام واضح وصريح ونطنش، ويبقى الضمير بينقح والوصية بتتكلم والكنيسة بتقول والناس بتقول واحنا ولا كأننا هنا، والرسائل صريحة وواضحة بس اللي عاوز يفهم يفهم. وقال أرمية لبيت الركابين، طبعا ضغط عليهم في الأول قاعدين كده ما بيشربوش، فإيه هيمشيهم بقى، فقال لهم إيه، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، من أجل أنكم سمعتم لوصية يوناداب أبيكم وحفظتم كل وصاياه وعملتم حسب كل ما أوصاكم به، لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، لا ينقطع ليوناداب ابن ركاب إنسان يقف أمامي كل الأيام. يعني العيلة دي مش هتخلص، على قد ما هم يتمنوا لهم خلاص مش هيتقطع لكم نسل أبدا، لأن كانت عائلات كاملة تختفي في التاريخ، والبعض بيقول الركابيين لسه ليهم عائلات في فلسطين لغاية دلوقتي. فربنا دعا لهم بالبركة على فم أرمية بسبب بس التزامهم قدام جده. والبعض بيقول كتير منهم انضم لشعب الله بعد السبي ودخلوا في اليهود، وكتير منهم بقوا مسيحيين في العهد الجديد. إنما ربنا نظر إلى التزامهم وطاعتهم لجدهم وزعلان على عند اليهود مع ربنا.